هذه الشيلة إهداء من بنت خالك رغد حصريا على استديو الإبداع الفني. الله 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 غنى السعد في دارنا والفرح عم وزن القصيد على استديو الإبداع الفني. غيظ البنات اللي تلقى الحلال الاتصال وبنت الرجال العائلة للصدارة. أنا أشهد أنها معرضة خال وعم يا أميرة تنزها عليها الإمارة. في حسنها الفاتن يدور الحكي جم وأسلوبها الفاخر رهينة الإشارة. إليا حكت سعد البني غيظه انغم في حكيها عذوبه وذوق وإثارة. وفي ضحكها نور وجلا أمنا يليق فيها الدخول للبزجارة. أبوها عبد الرحمن محالها الذنب شيخ الكرم بيته مزار ومنارة. وإخوانها أهل الطيب كالضلع على شم في كل عالم جيدين سفارة. وخواتها بدن على خير على استديو الإبداع تشارك بالبدر عالي مدارة. ولا غرابة أمها درة اليم حصريا على استديو الإبداع الفني لطالب الشهوات أو الزفات على الاتصال 0-5-4-5-1-6-2-7-9. الكل منهم شاعر ما فوق نارا حصريا على استديو الإبداع الفني. فيها الكرم والراس يقداح لعلا فيها الكرم والراس يقداح لعلا حصريا على استديو الإبداع الفني. الله 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 غنى السعد في دارنا والفرح عم وزن القصيد حصريا على استديو الإبداع الفني. غيظ البنات لطالب الشيلات أو الزفات على الاتصال 0-5-3-4-5-1-6-2-7-9. يا أميرة تنزها عليها الإمارة. في حسنها الفاتن يدور الحكي جم وأسلوبها الفاخر رهينة الإشارة. إليا حكت سعد حصريا على استديو الإبداع الفني وذوق وإثارة. وفي ضحكها نور وسرور وجلا هم يليق فيها تكون من البدر جارة. حصريا على استديو الإبداع الفني لطالب الشيرات أو الزفات على الاتصال 0-5-3-4-5-1-6-2-7-9. وخواتها ثقل على خفة الدم تشارك بالبدر عالي مدارة. ولا غرابة أمها درة اليم إيها الذهب وفعالها حصريا على استديو الإبداع الفني. لا شافها العاقل يضيع وقارة. خوالها اللي خيرها حصريا على استديو الإبداع الفني لطالب الشيرات أو الزفات. وخالها صالح وموت المحزن فيها الكرم والراس يقداح لعارة. حصريا على استديو الإبداع الفني. شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني. دامت أفراحكم.